تفعل؟ انك تصلي، تتصدق، تحج، تعتمر في رمضان. لا لا، في عبوديه ثانيه تترك، اترك شيء الله ما يحبه، اترك اللي ما تحبه لان الله ما يحبه. انت تحبه يمكن متعلق فيه وتبيه، لكن تترك من اجل الله. عندنا مثال عظيم جدا ضربه الله للانبياء عليهم الصلاه والسلام، اللهم صل، وضربه الله عز وجل لمن هم دونه. في نبي هو ابو الانبياء ترك شيء عظيم، من هو يا احمد العوض؟ شوف للامانه انا قد سمعت بس ما يحضرني الاسم انا بالضبط هذا، فودي اني اسمعها منك عشان ما ابي اختفي. طيب ابشر طال عمرك. من ترك شيئا لله عوضه الله. يا سلام يا ابو حسن. اي ونعم مالك. هذا حديث عظيم كلنا نعرفه، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. النبي عليه الصلاه والسلام يعني ضرب الله له مثل في ابو الانبياء ابراهيم. ابراهيم ايش ترك؟ ابراهيم ترك مرته وولده. وين تركهم؟ في وادي غير ذي زرع. يجي وحي من الله عز وجل وهم في فلسطين، خذ زوجتك هاجر وخذ ولدك اللي جاك على كبر اسماعيل، ودهم المكة الوادي غير ذي زرع ونزلهم وخلهم ومش. ما هي بسهلة ترى، وعلي وحش مرة، ما هي بسهلة تاخذ ولدك اللي جاك وانت كبير وتاخذ زوجتك وتوديهم الوادي غير ذي زرع. لكن إبراهيم موحد ومؤمن ومطيع لله عز وجل. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، يعني يا ربي أنا مسلم لك، أي شيء تأمرني فيه انقياد وطاعة تامة. فقام إبراهيم وحطهم في وادي غير ذي زرع وانصرف. هاجر تناظر، ما في إلا جبال، مكان موحش. فقامت قالت يا إبراهيم هم قفي، وين بتروح؟ لمن تتركنا؟ عبادة الترك، تركنا لمين أنت؟ انصرف ما قال شيء. قالت يا إبراهيم من تتركنا؟ انصرف. قالت يا إبراهيم الله أمرك؟ قال نعم. قالت اذهب، إذن لا يضيعنا. والله ما يضيعك الله وأن تارك شيء لله. يا سلام. وش جاب لهم الله عز وجل؟ جاب لهم قبيلة كاملة اسمها قبيلة جرهم. صارت القبيلة هذه وزارة تعليم، تعلم إسماعيل. يا الله. وزارة زراعة تزرع لهم، وزارة أمن تحمي مكة، وزارة سكن تبني بيوت في مكة. هذا جزاء الترك لله، لأنه ترك الله عز وجل. فلنا نقول يوم رمضان فرصة. بعض الناس مثلا يسمع أغاني كثير، نقول فرصة رمضان تخفف من ذا الشيء وتكثر من سماع القرآن وقراءة القرآن. بعض الناس مضيع صلوات، نقول رمضان فرصة. بعض الناس يعني عنده علاقة ما ترضي الله عز وجل، نقول فرصة أنك تتركها. بعض الناس مقصر مع والديه، نقول فرصة. بعض الناس عنده ذنوب، كلنا ما في بعض الناس كلنا عندنا ذنوب، نقول رمضان فرصة أن الله يكفر عنك ذنوبك. من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. عمرك 30 أكثر أقل كذا بيروح ترى. صيام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام رمضان إيمانا واحتسابا. فمن عود نفسه على مثل هذه الطاعات في شهر رمضان واستغل الفرصة